يقول إمام المسجد عندنا إذا انتهى من حديث العصر بعد صلاة العصر سكت فلا يختم الحديث بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول الله والله أعلم أو بقوله والله الموفق خشية أن يقع في محظور. ليس بهذا محظور بل هذا الطيب أنه يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء له وللمسلمين نعم. أم خالد من ضباء